واه سي صادق بالعيد تتحمل مسؤولياتك انت واللي قاعدين يخدموا معاك خلسه واللي يروجوا لهم واللي بيضوا فيهم واللي يجيبوا فيهم في الاعلام وكل شيء باش يكون مقيد وموجود ومثبت ولن نتراخى ولن نخجل انه نشكيو بهم وانه نحيلوهم امام القضاء بالقوانين الديمقراطيه. انا ما نعملش حاجات هكاك نتاع قطوس في شكاره ونتاع امور مش قانونيه، كل شيء بالقانون. انا نرجع لك السلاح نتاعك القانون والديمقراطيه والحريات اللي انا هذوكم متعهده للتوانسه انه الحزب الدستوري كي ياخذ الحكم باش يحافظ عليهم. وانا اليوم ما نقبلش انه تحت تعلت كنا تحت الخوينجيه وكنا في وحده نتاع فوضى وتدمير باش تهزني انت للخمينيه وتهزني دوله الخلافه وانا عيني تغزل، لا. نجموا نعملوا دوله تونسيه ديمقراطيه تحترم الحريات العامه والفرديه.